مساء الخير والهنا والسعادة على السادة المشاهدين. النبي على قلبكم، عاوز أسألكوا سؤال. هو احنا ليه ما بقيناش نبتسم في وش بعض وربطنا الابتسامة دايما بالمصلحة؟ يعني مثلا تلاقي واحد كده صاحي الصبح رايح على شغله وابتسم للسواق، يقوم السواق مستغرب ويفكر ايه ده، هو ابتسم لي ليه؟ كنش مش عاوز يدفع الأجرة عشان كده ابتسم لي؟ ولا التاني اللي رايح يخلص ورق فيدخل على الموظف ويبتسم له ويقول له صباح الخير، يقوم الموظف يشك فيه يقول له خليك في الطابور يا أستاذ، انت مش أحسن من الناس اللي واقفة، فضل يا سيدي. هو قال لك حاجة؟ ده بيصبح عليك يا جدع. يا ريت على كده وبس. ده الموضوع كمان وصل للبيت. يعني مثلا تلاقي الشاب يعني بيبتسم كده في وش ابوه يقول له عامل ايه يا بابا، يروح ابوه قوي قايل له ايه، هات من الاخر وانجز، طالما ابتسمت يبقى عامل مصيبه او عاوز حاجه، اخلص عاوز ايه. صباح الفل يا حاج، الواد بيبتسم لك عادي، يعني مش شرط يكون يعني عمل حاجه او عاوز حاجه. حاجات غريبه جدا والله. يعني لازم يكون في مصلحة عشان نبتسم؟ يعني نكشر في وش بعض على طول؟ هو ده صح دلوقتي؟ حتى يا جدعان الابتسامة صدقة، الود صدقة، السؤال على المريض صدقة. عاوزين نرجع المفاهيم دي تاني يا جماعة من فضلكم. شعوب العالم كلها بتحبنا عشان عاداتنا، عاوزين نحافظ عليها تمام. وياريت بقى اللي مخصب حد يرفع سماعة التليفون دلوقتي ويكلمه، واللي بقاله فترة ما بيسألش على حد قريب منه برضو يعمل له مفاجأة دلوقتي ويبعت له على الأقل رسالة. مساءكو جميل إن شاء الله. وأدي الابتسامة، يعني لازم نبتسم في وش بعض يا جماعة. يعني بصوا كل واحد في الدنيا عنده مشاكل، مفيش حد خالي من المشاكل، لكن أنت لما تروح شغلك أو تتقابل مع الناس، ما هي برضو الناس اللي انت هتقابلهم دول عندهم مشاكل. فلو انت دخلت عليهم وانت متجهم، حلو متجهم دي لغة عربية تمام، يعني متجهم ومكشر، طب هم كل واحد فيه اللي مكفيه زي ما بيقولوا. فنبتسم لإيه؟ الابتسامة فعلا بتهون علينا حاجات كتير، بتهون علينا المشاكل اللي بنقابلها كل يوم. كل يوم في حياتنا بنقابل مشاكل، من أول ما بننزل الشارع بتلاقي مشاكل، زحمة المرور فيها مشاكل، تقعد في عربيتك تتأفف. لا يعني بصراحة أنا لقيت طريقة حلوة جدا قال لي عليها صديق، ربنا يكرمه يا رب، إن لما تكون الدنيا زحمة امسك السبحة في إيدك وقعد سبح واستغفر ربك، ده فعلا هيهون عليك الطريق. وأنا جربتها الحكاية دي، فعلا الحكايه دي بتهون الطريق وبتهون الزحمه. حتى لو انت سايق قد انت برضو بتسبح ومتبقاش السبح كده محطوطه في العربيات اوانطه، لا لازم نستعملها.